بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قبلنا دار السلام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. الفصل الثاني ثبوت أحكام الإسلام. بما يثبت حكم الإسلام ظاهرا هي متقسمة هنا ايه اولا وثانيا وثالثا ثلاث مسائل يعني مقسمينها الى ما يثبت به حكم الاسلام باتفاق العلماء وما يثبت به حكم الاسلام مع اختلاف والامر الثالث ثالث مسألة ما اللي هي قرائن الاسلام لمن لا يعرف عنه كفر قرائن الإسلام لمن لا يعلم إسلامه ولا كفره فيعامل بالقرائن. القرائن دي ما يثبتش بيها إسلام الكافر. لو معروف كفره مش هيثبت بالقرائن خروجه من الكفر. لكن الأولاني يثبت حكم الإسلام بالنطق بالشهادتين أو بالولادة وما يتبعها ده بيثبت بيه الحكم بالإسلام بلا تردد. بالنسبة للإسلام الكافر النطق بالشهادتين، بالنسبة للولادة من أول ما يولد لأبوين مسلمين يصبح مسلما. أولا ما يثبت به حكم الإسلام ظاهرا باتفاق العلماء، يثبت حكم الإسلام ظاهرا بأحد أمرين. الأول النطق بالشهادتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. وحديث ابن عمر حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابه على الله. قال النووي وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه، مال ونفسه يصان ولو كان عند السيف. وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر والله يتولى السرائر. طب وفي اختلاف بين حديث ابن عمر وأبي هريرة، الاختلاف بيقول هنا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة مش كده، وهنا لا ماشي، ما هي لا إله إلا الله عنوان الشهادتين مفيش نزاع فيها وسائل اختلاف الحال فيها، الوثني والثانوي إذا قال لا إله إلا الله بس عصم دمه وماله بذلك وأجبر على محمد رسول الله. أما من يقولها حال كفره كالكتابي كاليهودي والنصراني لا يحكم بعصمة الدم والمال ولا دخوله في الإسلام بلا إله إلا الله حتى يضيف إليها محمد رسول الله. وكذا كل من كان كافرا بغير جحد الشهادتين لابد وأن يضيف إلى الشهادتين ما كان كافرا بسببه، الإقرار بما كان كافرا بسببه. فنقول هنا بقى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دي شرط في أصل العصمة ولا في استمرار العصمة؟ يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قال إلا بحقها حق لا إله إلا الله، هل لا نعصم دم إنسان حتى يقيم الصلوات الخمس وحتى يؤدي الزكاة معناه ان احنا هنقتل كل الناس؟ ليه؟ لانه لسه ما صلاش الصلوات الايه الخمس ولسه هتجب عليه الزكاة امتى؟ بعد سنة. يبقى وهذا كلام معلوم من الدين بالضرورة ان ده ما مش هو ده اللي ايه اللي الرسول كان بيعمله ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولكن المقصود بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة استمرار العصمة، بمعنى إذا لم يصلي ولم يؤتي الزكاة وقاتل على ذلك فإنه إيه؟ لا يعصم دمه
ولا ماله في هذه الحالة. وتكفيره مبني على استحلاله أو عدمه وبلوغ الحجة من عدمه، مع خلاف في تكفير غير المستحل و يعني مجرد الترك مع القتال، ودي سبق الكلام فيها في مسألة ترك الصلاة. قال ابن رجب الحنبلي: ومن المعلوم بالضرورة، الكلام ده مهم جدا، ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. كلام في غاية القوة، مش إجماع بس، ده إجماع وإيه ومعلوم بالضرورة. وده فعلا كذلك، إن مسألة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكف عن الناس بلا إله إلا الله رسول الله ولا يتوقف فيهم سنة حتى يؤتوا الزكاة، أو يتوقف فيهم حتى يحين وقت الصلوات. طب ده هو حتى لو كان، لو هتحمل الحديث على إنه لا يعصم دمه وماله إلا بالصلاة والزكاة فعلا على ظاهره، لما لازم الكف عنه، هنكف عنه ليه؟ لكن هو الجمع بين الروايتين يوضح لنا انه بيكف عنه ويعصم دمه ماله بالنطق بالشهادة، وبعدين استمرار العصمة، ان لا اله الا الله لها حقوق من ضمن حقوقها الصلاة والايه والزكاة. وده فهم الصحابة رضي الله عنهم، انما قاتلوا مانع الزكاة لما ايه لغايه ما تيجي الزكاه، ما طلعش الزكاه يجب قتاله. اذا كان فرد واحد الامام بياخدها منه عافيه. فان اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمه ربنا. اذا كانوا جماعه لهم منع وشوكه ويقاتلون ويقول لا مش هنطلع، يقاتلهم الامام. لكن الكلام ده امتى بقى؟ بعد ايه؟ بعد ما يمنعوا الزكاه، قتال مانع الزكاه وقتال تارك الصلاة إذا كانوا جماعة. دلوقتي هو هيجيب اللي ترك الصلاة ويقول له صلي وإلا عاقبناك، يا إما بالحبس عند أبي حنيفة والزهري وعمر بن عبد العزيز وبالضرب مثلا، وإما بالقتل عند الأئمة الثلاثة يعرضه على السيف. طب ده إذا كان واحد. إذا كان بقى جماعة بيقولوا لا، محدش يقرب من اللي ما بيصليش، محدش له دعوة بينا، يبقى هيقاتلهم الإمام على ذلك. هذه معنى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم. يبقى أصل العصمة بيثبت بلا إله إلا الله والدخول في الإسلام ويجعله بذلك مسلما، واستمرار العصمة هو بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر حقوق لا إله إلا الله، لأنه قال إلا بحقها في رواية ابن عمر أيضا. قال ابن رجب: فقد أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه، في البخاري ومسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، يقصد يلتزم به، يعني هو صلى الله عليه وسلم بيلزمه بعد ذلك، مش لازم كل مرة يقول له، بل هو بمجرد أن يدخل في الإسلام يصبح ملتزما بعد ذلك، يلزمه بها بعد ذلك. وقال أيضا: إن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قتلوا. طب وإذا كانوا مش جماعة لسه قايلين يتعمل فيهم ايه؟ واحد
يتخذ منه الزكاة بالقوة ونصف ماله عقوبة مالية على منع الزكاة. بعد ما ياخذ الزكاة يقسم فلوسه نصين وياخذ فلوس نص فلوسه. الجماعة لهم منعة لهم قوة، يبقى طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين. مش هيقروا لغاية ما يدفعوا الزكاة، مش هياخد نصف المال، انهم هيتقتلوا اغلى من نصف المال. ليه بنقول بمجردهما بالنطق المجرد في اثبات حكم الاسلام ظاهرا؟ لردا على او بنركز عليها يعني قصدي ردا على من يشترط امتحانات متعددة ويقول ان لا اله الا الله في زمننا لا تثبت حكم الاسلام. اللي ابتدع الكلام ده ابو الاعلى المودودي اولا، ثم سيد قطب، ثم تلامذته بعد ذلك. افعال المسلمين هنعمل فيها ايه؟ عصاه، من يعصي الله عز وجل فهو عاص لله سبحانه وتعالى. الذي ثبت عليه، انا بتكلم دلوقتي على ثبوت الاسلام ابتداء، يجي بعد كده واحد يرتد، ماشي، بس اثبت الاول ان هو ايه؟ انه اسلم. ما تقوليش ان في قطاع عريض ممن ينطق الشهادتين هنتوقف فيه، او واحد تاني يقول الاصل فيهم الكفر، وان لا اله الا الله في زماننا مش زي ما كانت ايام النبي عليه الصلاه والسلام، عشان الناس دلوقتي مش فاهمين لا اله الا الله. مش فاهمين لا اله الا الله على اصل معناها على الاجمال، ولا مش فاهمين على التفصيل؟ هيقول على التفصيل، لان الناس في اجمالها تعرف ان لا اله الا الله معناها ان لا يعبد الا الله. مين اللي ما يعرفهاش على الاجمال؟ اللي واحد هندي باللغه الهنديه رسموا له حروف، ولا صيني رسموا له حروف لا اله الا الله رسول الله وقالوا اقرا، فراح جاي قاريها وهو لا يعرف شيئا على الاطلاق من ايه؟ من معناها. اهو ده اللي ده ما ثبتش للاسلام، انه ده كرر كالببغاء حروفا لا يعرف عنها شيئا. لكن مش ده حال المسلمين. طب لو هو دلوقتي قال لك على التفصيل، هنقول له هتشترط انه تفصيل عشان تحكم باسلامه؟ انه جزء هتشترطه؟ هتشترط حاجات قطعا ويقينا ليس عليها دليل على شرطياتها من الكتاب ولا من السنة ولا قول أحد من العلماء. عشان كده بتك وقالوا إن كلمتي الشهادتين بمجردهما. واحد يقول لك الحكم والولاية والنسك، واحد يقول لك المصطلحات الأربعة. لازم نعرف الإيه؟ لازم يعرف المصطلحات الأربعة، والدين والرب والإله والعبادة. المصطلحات الأربعة في القرآن. أستاذ أبو الأعلى المدود، لا الكلام ده علمه للناس، واجب نعلمه للناس، لكن ما تحكمش باسلامهم الا لما يعرفوا ان انت تشترطه. لا يلزم ذلك. هم للعلم يعلمون ذلك اجمالا، بس ربما لا يحسنون التعبير ولا يعرفون تفاصيل لوازم هذا الامر وعمومه. يعني معنى العباده، ممكن يكونوا مش عارفين ان الحلف عباده، عنده العباده هي الركوع والسجود الصلاه، ما يعرفش ان مدد يا سيدي فلان دي عبادة. عنده بعض انواع العبادات يجهلها. وفي الحقيقة هو الدين مش كله عبادة. كلمة الاله بمعنى المعبود الذي لا يعبد بحق سواه. طب العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة. ما اعطاء سدس الميراث للجدة عبادة، اعطاء ربع الميراث للزوج الذي ماتت زوجته عبادة. طب وده مش لو واحد جاهلها وسأل فيها يبقى راجل ما دخلش في لا اله الا الله، ولا هتقف فين؟ واحد هيقول لي التوحيد، نقول له ما هو اتى بالتوحيد، احنا لا ننازع في ده. لا، لازم يعرف التوحيد بمعانيه الثلاثة، الحكم والولاية والنسب.
هقول له طب ما ليه ما نزودش النوع الرابع عبادة الهوى؟ هو النسك عبادة نوع واحد ولا نسك انواع؟ النسك انواع مش كده؟ طب انت تتكلم على توحيد الالوهية بس، طب ما تتدخل مع توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات وكل ده في التوحيد، يعني هتجعل ان مفيش حد تحكم باسلامه الا لما تدرس له منهج متكامل. وهذا مما لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا فعل صاحب ولا قول صاحب ولا احد من علماء الاسلام، كلهم بيتكلموا على انه من المعلوم بالضرورة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الاسلام الدخول في الاسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. ها؟ اللي هو اصل الايمان، الايمان المجمل. احنا بنتكلم هنا في الدخول في الاسلام، ده هو بقى الايمان عنده موجود ولا مش موجود. انا ما بتكلمش عن النقطه دي دلوقتي، انا بتكلم على ايه؟ الحكم الظاهر في الاسلام. الايمان اتكلمنا فيه قبل كده، قلنا انه قول وعمل وانه اصل وله كمال، ما اتكلمنا فيه. حديث اسامه هو في اخر الاسلام. الفايده من دي ايه؟ ان بعض العلماء جه يجمع ما بين نصوص الوعيد على الذنوب وترك الواجبات وبين حديث اسامه، فقال ان ده قبل فرض الايه؟ الفروض الواجبات. يقول لك الكلام ده غلط، ان لا اله الا الله تقبل قبل فرض الواجبات. بلا شك ان حديث اسامه ده كان صغيرا في اول الاسلام، وانما كان يقاتل في اخر الاسلام، في اخر الاسلام بعد فرض الصلاه والزكاه وسائر واكثر الواجبات، ومع ذلك قبل منهم الايه؟ لا اله الا الله عند السيف، كان يجب ان يقبل ذلك. ويدل على هذا الامر ايضا حديث المسيب رضي الله عنه في قصه موت ابي طالب، وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اي عمي قل لا اله الا الله كلمه وحاج لك بها عند الله. وفي حديث المقداد بن الاسود نعم انه قال: يا رسول الله ارايت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجره فقال اسلمت لله. في روايه فقال: لا اله الا الله. افاقتله يا رسول الله بعد ان قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: قلت يا رسول الله انه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد ان قطعها، افاقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله، وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال. ايه بمنزلتك؟ يعني كفر، هو انت بقيت كافر وهو بقى مسلم؟ لا، لان قتل المسلم لا يكفر المسلم اتفاقا، لكن ان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله معصوم الدم، يجب القصاص ممن قتله عامدا، وتجب الدية والكفارة على من قتله مخطئا، وصرت انت بمنزلته غير معصوم الدم والمال قبل ان يقول كلمته التي قال. لماذا صرت غير معصوم الدم؟ لانك قتلت مسلما. اما ان يجب عليك القصاص، واما ان تجب عليك الايه؟ الدية. القصاص في حالة انه يعلم وغير متأول، وإلا فأسامة لم يقتص منه، ولكن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بدية ذلك الرجل. اللي قتل أسامة لو كانوا قوم مشركين مش هنرسل لهم الدية، لكن قرايب المسلمين ورثته المسلمين هم اللي ياخذوا الدية. والكناية عن الشهادتين ممن لا يحسن هو كصريح لفظ الإسلام، أفاده مجد الدين ابن تيمية في المنتقى، منتقى الأخبار،
في باب ما يصير به الكافر مسلما. واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا أو صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر عشان ما قالوش إيه لا إله إلا الله، ما قالوش أسلمنا، قالوا صبأنا، على أساس أنهم كانوا يسموا المسلمين إيه صابئة. فالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وفي الباب حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. المقصود بالإيمان هنا أحكام الإيمان الظاهرة التي يبحث فيها في العتق ونحوه، زي بالضبط من فتاتكم المؤمنات، هيتجوز واحدة زي من فتاة المؤمنات بالإسلام الظاهر، هيحكم عليها زي بالإيمان؟ احنا هنفتش عن قلوب الناس؟ لا نستطيع. تحرير رقبة مؤمنة هيعرفها منين؟ بنطق الشهادتين. وفيه أيضا حديث رجل من الأنصار، وفيه من الزيادة السؤال عن الإيمان بالبعث بعد الموت، عن رجل من الأنصار قال: أتؤمن بالبعث بعد الموت؟ بعد ما قال له لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا أهل البدع بيجيبوا كل الأدلة دي ويروح جاي يقول لك إن دي وقائع عيان، وقائع عيان. أنت عندك ما يخالفها؟ وقائع عيان، أولا مش كلها وقائع عيان، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر ده لفظ عام وليس وقائع إيه عيان، أمرت أن أقاتل الناس على ده لفظ عام. ثانيا وقائع العيان دي كلها متفقة على أمر واحد، وبعضها مش وقائع عيان زي حديث المقداد بن الأسود، ده بيفترض لو أن رجلا في ناكرة في سياق شرط، أي واحد يقول أسلمت لله لا إله إلا الله يبقى يجب أن لا يقتل. والوقائع العيان دي كلها لما تجتمع ونقول هل فيها إجمال عشان يرد بها الاستدلال؟ قطعا لا. إذن ليس هناك إجمال ولا خلاف أصلا في هذا الباب بين العلماء، ده هم اللي اخترعوا المسألة في العهد الحديث ده. يقولوا حتى نعرف أنه يكفر بالطاغوت أم لا. طب ما هو لا إله إلا الله كفر بالطاغوت، ولا لازم يقولها مرتين؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله، علشان يبقى كده كفر بالإيه؟ ما هو أصل لا إله، لا إله دي الجزء النفي اللي فيها هو كفر بالإيه؟ بالطاغوت. ولا لازم يقولها باللغات المختلفة؟ هيقولها بإيه؟ طب هل يكفي أن يقول كفرت بالطاغوت؟ هيقولوا لا، تعال قول لي يعني إيه الطاغوت. ولو ما قالش مرسي طاغوت والسيسي طاغوت وحسني مبارك طاغوت والملك عبد الله طاغوت وكل الرؤوس طواغيت، يبقى إيه؟ يبقى ما كفرش بالطاغوت. طب لو قال له الحكم ما أنزل الله أنا أقر، أنت هتوقفها فين؟ طب ما الطاغوت، ما أنت ما خدتش في الامتحان لابد أن يقر أن الشيطان إيه؟ طاغوت، وأن الساحر طاغوت، وأن الكاهن طاغوت، وأن الأحبار والرهبان طواغيت، ولا بد أن يقر بذلك حتى تحكم له، ولا يكفي الإجمال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ طب ما هي الحاجات دي كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والسحرة مش موجودين، والكهنة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمتحن حد بأن أنت كفرت بالطاغوت وأن أنت لازم تقر؟ حتى الحكم ما أنزل بغير ما أنزل الله، ما كان موجود الأحبار والرهبان، ربنا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، لما قتلوا الصحابة قتلوا اليهود والنصارى كانوا بيشترطوا عليهم أن يقول كفرت بالأحبار والرهبان، كفرت بهؤلاء وأنهم لا ليس عندهم ليس لهم حق التشريع من دون الله.
ولا كان بيقبل لا إله إلا الله على الإجمال؟ والله العظيم بدعة قولهم بأنه اشترط اشتراطات معينة بدعة ولا يستطيعون الوقوف. هنقول له طب أنت مش هتحكم لهم بإسلام إلا لما يقروا بالإسلام كله، ولو هو اشترط قال لك أصل ده شرك وكفر، ما هنقول له طب ما لو كذب قل هو الله أحد مش شرك وكفر؟ طيب لو هو هتسأله عشان يقر بيها ولا مش هتسأله هتكتفي بالإجمال؟ ماشي كده. وهو لو قال لك قل هو الله مش من القرآن هيبقى كافر، لو كذب بيها هيبقى كافر، مش قل هو الله بس ده هنمسك له بعد كده ايه آية آية. فانت لو هتشترط انه يقر بكل شيء لو انكره كان كافرا يبقى مش هتحكم له بالاسلام الا لما يقرر بايه؟ بكل آية من كتاب الله، وكل ملك من الملائكة، وكل رسول من الرسل، وكل تفاصيل اليوم الاخر والجنة والنار، وكل تفاصيل القضاء والقدر. لا إله إلا الله. هل هذا قاله عالم قط؟ انتوا اشترطتوا حاجات معينة لوجود مظاهر للشرك. طب مظاهر الشرك دي كانت موجودة زمان، الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بلا إله إلا الله. يقول لك كانوا فاهمينها، نقول لهم وكل العرب كانوا فاهمين لا إله إلا الله زي ما الصحابة عرفوها؟ لو كان كده ما كانش حصل اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مش كده؟ ولا عدي بن حاتم قال له إنا لسنا نعبدهم. طب هل اللي مش عرب هتعملوا فيهم ايه؟ القوم دول كانوا عرب، لكن الرسول قاتل مين؟ قاتل ايضا الروم، والصحابة قتلوا الفرس والروم، كانوا بيطلبوا منهم ايه؟ الاسلام. والاسلام يخشوا فيه ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لم يطلب اكثر من ذلك، يوضحوا لهم الامر، وضحوا الرستم. طب هل كان بيوضح لكل واحد من الفرس واحد واحد ويمتحنهم واحد واحد، ولا كان اي واحد فارسي عايز يسلم بيقول لا اله الا الله رسول الله ويدخل في الاسلام؟ قال النووي رحمه الله: فصل في ما تحصل به توبة المرتد وفي معناها اسلام الكافر الاصلي. قد وصف الشافعي توبته فقال: ان يشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ويبرأ من كل دين خالف الإسلام. وقال في موضع: إذا أتى بالشهادتين صار مسلما. وليس هذا باختلاف قول عند جمهور الأصحاب كما ذكرنا في كتاب الظاهر، بل يختلف الحال باختلاف الكفار وعقائدهم. عايز يقول السعدي وفد، هل دول قولين للشافعي؟ قول قديم وقول حديث. قول بيقول لابد ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ابرأ من كل دين خالف الاسلام، ولا والقول الثاني انه يقول لا اله الا رسول الله بس؟ يقول لا، ليس هذا، دول مش قولين، دول قول واحد بس في احوال مختلفه. في واحد هنشترط عليه اللي هو الكتابي اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله حال كونه كافرا بالاسلام، بيقول لا اله الا الله زي اليهود والنصارى دلوقتي كلهم بيقولوا لا اله الا الله من غير ما يقولوا محمد رسول الله. فلازم دول اللي هيتزود عليهم ان هم يقولوا ايه؟ محمد رسول الله. اه طبعا. ايوه بيقولوا لا اله الا الله. هو العيسى ثلاثه ايه؟ ما هو ثلاثه، ما هو يقول لك هو ده الله. ما هو الثلاثه هم الله. الذي هو إله واحد بس هو ثلاث صور. ما هم بيقولوا إله الأب والابن والروح القدس إله واحد. فدول اللي هيشترط، وبعضهم بيقول محمد رسول الله بس لمين؟ للعرب. يوم ده اللي يشترط ان هو ايه؟ يزود انه للناس كفه، او يشترط ان هو ايه؟ يقول وأبرأ من كل دين خالف الايه؟ الاسلام. طب وفي ناس مرتدين بغير جحد الشهادتين، ارتد بان الصلاه مش فرض، بان الزنا مش حرام، ده هيقول لا اله الا الله محمد رسول الله الصلاه فرض والزنا حرام، او عند الشافعيه هيقول ابرأ من كل دين خلف الاسلام. قال البغوي: بس الصحيح هو مش هتكفي قوي في دي،
ده هو لازم يتبرأ من الحاجة المعينة اللي هو ايه كفر بإنكارها. كل لو أنكر تفاصيل كتيرة كلها من عظيم الدين بالضرورة الواحدة منهم تكفره، يبقى لازم ينص على هذه التفاصيل مع الشهادتين. قال البغوي اللي هو بقى في تفسير حتة ان هو اختلاف الحال باختلاف الكفار، لا لازم عشان نحكم باسلامه ظاهرا لازم يتلفظ به يتلفظ. يعني هو دلوقتي اعتقد ان الصلاة مش فرض وقال ان الصلاة مش فرض، باطنا عند ربنا لازم يعتقد ان الصلاة فرض. وانا بالنسبة لنا هيحكم باسلامه ازاي؟ بانه ينطق الشهادتين ويقول الصلاة فرض. ماشي؟ لو صلى بقى دي جايه النقطة اللي فيها الخلاف الثالثة اللي هو الشيء الثالث الذي يدخل، لا مش قرائن، الصلاة على الراجح يدخل فيه بالإسلام، يدخل فيها يدخل بالإسلام فيها بها. اللي صلى كافر صلى ثبت إسلامه، خلاص مفيش كلام دي، إلا لو كان كافر بحاجة تانية غير جحد الإيه؟ الصلاة. قال البغوي إن كان الكافر وثنيا عبد أوثان أو ثنويا مجوسي لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع الأحكام. وإن كان مقرا بالوحدانية بيقول لا إله إلا الله منكرا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحكم بإسلامه حتى يقول مع ذلك إيه، مع إيه ذلك دي؟ لا إله إلا الله، حتى يقول مع ذلك محمد رسول الله. فإن كان يقول الرسالة إلى العرب خاصة لم يحكم بإسلامه لمحمد رسول الله حتى يقول محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين خالف الإسلام. وإن كان كفره بجحود فرض أو استباحة محرم لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويرجع عما اعتقده. ويستحب أن يمتحن كل كافر أسلم بالإيمان بالبعث. يستحب دي جابها منين؟ من حديث الرجل من الأنصار أتؤمن بالبعث بعد الموت؟ لا ده مستحب، ما العرب كلها كانت تنكر البعث، لكن ده تأكيد. زي كده ان واحد نصراني لما يجي يسلم يستحب ان احنا نقول له واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق. بعد ما يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يزود كده لان هو هي ليه قلنا يستحب؟ لان هي دخلت في لا اله الا الله محمد رسول الله. محدش كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انكر وجوب الصلاه، لكن ده ما اصبح معلوم للدين بالضروره، ومعلوم للدين بالضروره ان اللي ما يقول الصلاه مش فرض كافر مكذب للرسول. لا ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصلش فعلا هذا الامر ان في حد انكر وجوب الايه الصلاه. اما الزكاه فكان منيع الزكاه في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقاتلهم ابو بكر، هل كفرهم ولا لم يكفرهم؟ القوم كانوا جهال لم يكفروا ولكن قتلوا من اجل ان يؤدوا الزكاه. ايوه بالضبط، انكروا اعطاها لابي بكر وقالوا ما تغني عنا صلاه ابي بكر. اللي موجود اللي منقول عن السير عنهم ان هم كانوا ممن يأبى دفعها ويتأول ان انه لا يريد دفعها الا ابي بكر. يعني ذكي يعني طلعها من نفسه هو غير ابو بكر. هيقول لك دي كانت خاصه بالرسول، منع الزكاه خاصه بالرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي ربنا قال له خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. اي حد بعد كده غير صلاه النبي ما تفيدناش. وكنت خائفة ممتنعة وعذروا في عدم التكفير.
هستكمل المرة القادمة إن شاء الله.